السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من فكر تاني، وأنا دكتور كريم علي. 12,000 سبسكرايبر، شكرا جدا 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 على الثقة اللي انت اديتها لي، ويا رب أكون قد الأمانة دي. النهاردة أنا حاولت الكام يوم اللي فاتوا أصور في فيينا، بس كان الجو كان برد فعلا. مجرد ما وصلت براغ النهاردة في التشيك الجو حلو شوية، فقلت أعمل الحلقة دي. أنا كان مفروض النهاردة أعمل حلقة الكارنيفور واتكلم عن اكلات اللحوم، بس يعني بالعدد الكبير من الاسئله ده هبتدي الكارنيفور بكره او بعد ان شاء الله. النهارده هرد على اسئله مهمه جدا جدا، وكم طبعا رد على كم الشتايم الرهيب اللي وصلني على حلقه اللبن، فعندي كم توضيح مهم قوي، وهجاوب على اسئله مهمه قوي، وهتوضح للناس اهميه الكلام بتاعي وتربيطه ببعضه. فلو انت اول مره تتفرج، انا كريم علي وده برنامج فكر تاني، اعمل سبسكرايب عشان في حلقات مهمه قوي جايه الفتره الجايه. نبتدي الحلقه بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم، ابتدينا. عايز اتكلم على كام نقطه مهمين قوي في موضوع الدايت. اول حاجه يا جماعه، انا معظم كلامي للناس اللي عندهم زياده وزن، حطوا تحت الموضوع ده 100 خط. انا ما اقدرش اشوف واحد جسمه كويس وصحته كويسه ومش بيعاني من اي سمنه او امراض واقول له ما تاكلش فاكهه يبقى انا مجنون، ما تاكلش تمر كتير يبقى انا مش تمام، لا ما تاكلش كربوهيدرات، زيرو كربوهيدرات خالص. ليه؟ ايه السبب؟ انا معظم كلامي للناس اللي مش طبيعيه. المرض غير طبيعي، مش طبيعتك انك تبقى عيان، صح؟ يبقى انت مش نورمال، سواء سمنه، زايد في الوزن، عندك دهون، عندك كوليسترول عالي، واتيفر المرض بتاعك ايه. فبليز فرقوا الناس الجديده اللي متابعاني، المريض حاجه اللي هو مريض السمنه، او الناس العاديه حاجه ثانيه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، موضوع اللمية بالليمون، وده هيدخلني في نقطة تانية لازم انتوا تفهموها عشان هتكلم المرة الجاية. الناس اللي بعتت لي يا دكتور انت بتقول اللحوم مهمة ومفيدة وممكن تاكل لحوم ما يحصلكش حاجة. انا عايش بقالي دلوقتي حوالي اسبوع او 10 ايام باكل لحوم بس، هتكلم عليه الحلقة الجاية. المهم، ايه المية بالليمون دي؟ وده هيوصلني لحاجة تانية. المية بالليمون دي مهمة جدا عشان بتعمل قلوي، بتزود القلوية شوية. وناخد النقطة دي لو سمحتوا ركزوا معايا. الجسم، الدم، ايه القلوية يا دكتور؟ وايه الحموضة؟ وايه الحاجات اللي بتزود حموضة الجسم تدخلنا في سرطان؟ لازم الجسم قلوي شوية. هفهمكم باختصار. كل الأكل اللي احنا بناكله ليه درجات حموضة أو قلوية، تمام؟ الناس اللي بعتت لي قالت لي يا دكتور يا جاهل، اللبن 6 قلوي يعني بره الجسم 6 وشويه، حموضته مش قد كده. الناس التانية نفس السؤال، واحد بيقول لي يا دكتور بتقول الميه بالليمون سيتريك اسيد، ازاي تقول لي حمض يزود قلويه الجسم؟ يا جماعه الناس دي مش فاهمه، انا هفهمكم ازاي. مش مهم الماده دي سواء لبن او لحمه او ميه بليمون بره الجسم، ده ما يهمنيش. حامضي قلوي متعادل بره الجسم، انا مالي؟ هو دخل الجسم عدى على الجهاز الهضمي، يحبط المعده، واحد حمض شديد يحرقك لو انت لمست حمض المعده، ينزل الامعاء. بعد كده في حاجات بتفضل اللي هي المايكرو نيوترينتس او المواد اللي ربنا عايزها تدخل الدم، اللي بيدخل ده هو اللي انا بتكلم عليه. وصلت؟ يبقى الليمون اللي بيوصل السيتريك اسيد، لا بيوصل بوتاسيوم وبيوصل كالسيوم وبوتاسيوم، دول بيعملوا قلويه بسيطه، يبقى هو عمل ساعد على قلويه الجسم مش الدم. طيب اللبن ازاي يا دكتور؟ ده بتقول حامض خفيف، بيوصل بروتين لاكتيك اسيد، بيوصل اللاكتيك اسيد هو اللي بيوصل الدم، فبيعلي الحموضه في الدم شويه. برضو خد نقطه كمل معايا بيها، الدم لا يمكن يتغير يبقى حامض او قلوي، ده ثابت، الدم ثابت 7 44 7 6 44، دي حموضه الدم. لو اتغيرت فوق او تحت نموت. اللهم لقيت انت بقى الاكل الحامضي والاكل الخلايا اللي في الجسم، اللي ربنا خلق حاجتين، الرئه والكليه. اول الجسم ما يلاقي حامض يرمي قلوي، اول ما يلاقي قلوي يرمي حامض، فهمتوا؟ الجسم بيعادل، انما الخلايا بتتاثر. لو كلت حاجات بتعمل حموضه كتير، القلوي للجسم لما يعوض الجسم موضوع سم اللبن، انا اللبن عمل حموضه، فالجسم عاوز يعادل بقلوي، ياخد منين؟ من كالسيوم العظام.
فالكالسيوم يقل في الجسم، يلي بتقوله اللبن وحميدي وقلوي وانت جاهل، بياخد من الكالسيوم عشان يعدل الحموضة، فهمتوا؟ انما الليمون بياخد، هو اصلا بيوصل حامض، بيوصل حميدي شويه، فما ياخدش من 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 الحموضه قوي لانه قلوي خفيف، بس بيخلي الخلايا العامه في الجسم قلويه الى حد بسيط. وده اللي يهمني، انا ما اخافش من حموضه الدم ولا قلويه الدم، لانها لا يمكن تتغير، لو اتغيرت تموت. انا اخاف على الخلايا، الخلايا طول ما هي في وسط حميده طول الوقت السرطان قريب، طول ما انت قلوي بسيط طول الوقت السرطان بعيد والنشاط اكثر في الجسم. فهمتوا بقى توضيح حامضيه اللبن، حامضيه اللحمه، حامضيه قلويه الليمون ايه يا دكتور الحميدي والقلوي؟ ده للناس العاديه الموضوع بسيط تماما، دي القلويه والحموضه. النقطه الثانيه، الناس اللي بعتت لي يعني 500 رساله، يا دكتور انت ازاي تقول الناس ما تاكلش لبن وتقول لها كل زبده؟ ما الزبده واللبن واحد. ما هو انا مش سوري، انا مش من الفلاحين اولا، فبس الحاجات دي الف به يعني، ده يعني يعني في المدارس. ايه الفرق بين اللبن اللي حموضته صعبه وبروتين وغير صالح للانسان وبياخد الكالسيوم من الجسم، سواء صدقته او ما صدقتوش، انا رديته، اللي يشتم يشتم يعني، شرفتونا مش هتجادل معاكم. انما الزبده دي عباره عن ايه؟ 80% فاتس دهون، اللبن 3.5%، ادي الفرق. البروتين الواي بروتين او الكازين بروتين حوالي 5 أو 6 أو 10%، الزبدة ما فيهاش بروتين فما تعليش الأنسولين خالص. قلنا البروتين والسكر هو اللي بيعلي الأنسولين، إنما الفات زيرو. فتمانين في المية فات، يبقى الزبدة زي اللبن دي حاجة. حاجة تانية، كل الفيتامينات المنتجات الحيوانية في الدهون. لو انت ما اكلتش دهون هتخسر، راجع حلقة الدهون، هتخسر كل الفيتامينات اللي بتمسك في الدهون، اللي هي ايه؟ ألف ودال وكاف وإي وكاف 2 وإف، كل دول في الدهنة مش موجودين في اللبن، موجودين في الزبدة. يبقى تيجي تقول لي الزبدة واللبن حاجة، اللبن بيوصل بلاكتيك أسيد يعلي حموضة الدم، الزبدة ما فيهاش لاكتيك أسيد. يبقى الزبدة كل البروتينات اللي احنا عايزينها، الزبدة ما بتأثرش على الإنسولين، فيها مينرالز كتير بتساعد الهضم، هضمها خفيف غير اللبن اللي بيعمل انتفاخ وبيتعب القولون وبياخد الكالسيوم من الجسم، فيها كالسيوم نفسها كالسيوم متعادل اللي هي الزبده. يبقى ناس تقول لي يا دكتور انت ازاي تقول اللبن والزبده، ما يعني ده فرق الزبده واللبن، انا مش تاجر الالبان ولا حاجه، بس الحاجات دي الف ب، ما حدش يقول لي ايه الفرق بين ده وده. تاني حاجه، الناس السؤال التاني في الالبان، يا دكتور الناس انت كل بتقول ما تشربش لبن، انت تجيب كالسيوم منين؟ لا اله الا الله، اجيب كالسيوم منين؟ ما هو اللي موصل للناس ان اللبن مهم ولازم نشربه، هو اللي وصل للناس ان الكالسيوم في اللبن بس. احنا عايزين كام كالسيوم؟ الناس اللي برضو، لان انا جالي حوالي اكتر من 600 شتيمه في الفيديو ده بتاع الالبان. الكالسيوم حضرتك اللي احنا محتاجينه كل يوم قد ايه؟ ما يعرفش. لا، من جرام لجرام و200 مللي، 1200 مللي جرام كالسيوم. طيب الكالسيوم اللي في اللبن، في كالسيوم طبعا 250 مللي في الكوبايه. طيب بس حضرتك بجانب الحموضه وان انا عندنا اللاكتوز ولا لا وبيعمل انتفاخ والمصايب دي كلها، في مصادر بتديك 400 و500 مللي جرام. ايه يا دكتور مصادر الكالسيوم؟ قبل ما اقول مصادر الكالسيوم، في حاجه، في حيوان اسمه غوريلا، عارفين الغوريلا؟ ماشي. طب في حيوان اسمه حوت، مين عظمه اكتر واسنانه اقوى، احنا ولا الغوريلا والحوت؟ بيشربوا لبن؟ معتمدين على اللبن في الكالسيوم؟ معتمدين صح؟ شفت الحوت بيشرب في بزازه قبل كده صح؟ طيب يبقى نشوف الحيوانات الرهيبه اللي العظم قد عظم ايه؟ عظم قد المبنى اللي ورايا ده، بيجيبوا كالسيوم منين؟ الخضروات، بتاكل سبانخ يلي بتدافع عن اللبن؟ السبانخ اضعاف اضعاف الكالسيوم اللي في اللبن. بتاكل لوز؟ طيب البلح ممتاز، والناس تقول لي انت بتحرم البلح، انا ما بحرمش البلح، لو انت تخين قلل البلح، كل بلح 2، انما ما تبقاش تخين وتاكل لي 20 30 بلح، سكر كتير طبعا. فالبلح فيه كالسيوم وفيه بوتاسيوم رهيب، وفي حديد في البلح. طيب يبقى المشروم، حضرتك كلت مشروم؟ الفلفل الرومي، حضرتك كلت الفلفل الرومي؟ الافوكادو، حضرتك كلت افوكادو؟ التوت، حضرتك كلت توت؟ البرتقان، حضرتك كل ده مش عاجب؟ المكسرات، حضرتك كل ده مش عاجبك وماسك لي في اللبن عشان الكالسيوم؟ مش لا تعليق، عندنا ألف حاجه ما عليهاش خلاف. وبعدين يوصلني نقطه المتابعين الاحباء الاعزاء، في
يعني حاجة عامة هتفهموها من كلامي، أنا لا يمكن أقول لك لازم تاكل ده، لو ما قلتش ده يحصل لك حاجة، ما أقدرش أقول كده. إنما أقول لك إيه، ده في شك يبعد عنه، إيه المواد دي ممكن تبقى فيها علاقة بالسرطان يبعد عنها، فأنت عايز تبعد يبعد، مش عايز تبعد اللهم بلغت اللهم فاشهد. فأنا ما بقولكش الناس حرمت المحرمة، مش أنت عايز تشرب لبن، أدي الأبحاث اللي أنا قلتها عن اللبن براحتك، انما اقول لك اشرب لبن كل يوم مثلا، او كل لحمه كل يوم، او كل زبده كل يوم، ما اقدرش اقول لك. انت انا بقول لك الممنوعات، فانت استبعد، عايز تاكلها يا سيدي تاكلها، مش عايز تاكلها ما تاكلهاش. ده الفهم الصحيح، ان انا احذرك من حاجه وانت حر، مش اجبرك على حاجه. الناس اللي الدكاتره اللي بيجبروا عيان السكر كل ما يجيله هبوط ياكل معلقه 3 4 معالق سكر، طب بيجي له هبوط ليه؟ ما تعدل سبب الانسولين اللي عالي والاكل اللي قبل كده اللي هبط السكر بتاعه، ما تعالجوش ليه؟ تقول له خد سكر ازاي؟ الناس اللي تقول لك لازم تاخد لبن عشان كالسيوم الاطفال، ما في مليون حاجه تجيب الكالسيوم، ما تديهم بدائل حضرتك، ليه جزنقهم في حاجه واحده وما فهمتهمش ممكن ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه؟ يبقى فهمتوا، انا ما اقدرش افرض عليك اكله، انما اقول لك ابعد عندي. وبعدين ده انتوا بقى هتفاجئوا يعني في الحلقه الجايه الكارنيفور دايت، ان انا عايش على اللحوم بس. يعني كل اللي احنا سمعناه زمان انه بيسبب بقى تخلف وبيجيب امراض وبيجيب سرطانات، كل ده طلع هلس. امال ايه؟ هتفهموا المره الجايه من اللحوم الحمراء. انما رسالتي ان المراد المره الجايه اسمع جسمك. انا كنت فاكر ان الخضار ممتاز، طبعا هو الخضار ممتاز وفي كل حاجه، بس انا من ساعه ما بطلت الخضروات، انا كريم، اوعى تعمل زيي، مالكش دعوه بيك، انا بكلم عليا انا، وانا مسؤول عن كلامي وعن جسمي. من ساعه ما سبت الخضروات هضمي اتحسن 90%، معرفش ازاي. من ساعه ما سبت الالبان وانا بشرتي السيلوليت راح، وبقى جسمي مشدود ونفسي انضف والبار بتاعي اعلى. اللبن باكل جبنه طبعا، لان الاجبان متخمره اورجانيك مش مضربه هرمونات وما فيهاش لاكتوز وفيها دهون زي الزبده. فانا بطلت الخضروات بقالي حوالي 15 يوم مرتاح جدا. امال بتاكل يا دكتور؟ باكل لحمه بس او منتجات حيوانيه فقط، الحيوانات بس اللي باكلها دلوقتي، هتكلم عليها المره الجايه في الكارنيفور. فانت يلي شتمت في موضوع الالبان، طب ما تقعد اسبوع من غير البان وجرب. أنا يلي شتمت في الفرايز، بطل أكل محمرات أسبوعين ثلاثة وجرب. يلي بتقول الكيتوجينيك بيزود بيجيب أمراض الدنيا والآخرة ومش عارف يوظف المفاصل وكلام غريب كده، طب حضرتك ما تقعد أسبوعين ثلاثة وجرب. جسمك لوحدك مش زي شبه حد جسم تاني، الميكروبيوم مختلف وجيناتك مختلفة وعدد الدهون مختلف وكفاءة الكبد والكلى مختلف. فلو سمحت جرب، ما يقولكش جرب خمر وادر مخدرات، جرب انك اسمه الاجانب بيسموه إليمينيشن، يعني جرب تشيل الاكله دي وعيش شهر، جرب شيل الاكله دي وعيش شهر، جرب شيل الاكله دي وعيش شهر وشوف جسمك هيرتاح على ايه. اللبن ما اثرش، اشرب لبن كل يوم خلاص، عندك لاكتوز ومش همك لاي حاجه ماشي. خضروات تمام، مش معاك لا في انتفاخ ولا جسمك كتير ولا بتسخن الحمام كتير ولا حصل لك مغص، يبقى تمام جسمك بيهضم. دي رسالة مهمة قوي، اسمع جسمك وهتفهم الموضوع بالتفصيل في الكارنيفور دايت. اروح بقى للنقطة اللي بعد كده. انا كنت اجي النقطة اللي بعدها بقى كده، انا كنت قلت في حلقة من الحلقات انا هعمل ريجيم مية 10 ايام، هشرب مية بس وهقول لكم على النتيجة. وناس كتير قوي سألتني على الموضوع ده، انا ما فتحتش الموضوع ده تاني لان انا فشلت بعد 7 ايام. فضلت 7 ايام عايش على الميه بس وما فشلتش لان انا ما قدرتش. انا هقول لكم بالظبط ايه اللي حصل وايه النتائج بعد 7 ايام ميه وقهوه. طبعا بشرب الميه، باخد الفيتامينات، الميه بتاعتي الميه بالليمون عادي. كنت بشرب الفيتامينات والجينسنج باخده عادي خالص، الاوميجا 3 يعني فيتامينات عادي، بس اكل ما فيش خالص. اول يومين خلي بالكم في حاجه مهمه قوي، انا كيتوجينيك. تاني انا كيتوجينيك، ما ينفعش انت ماشي على سكريات بتخلص في الجسم بعد 4 ساعات وتبقى مهبهب وجعان وتقول ادخل صيام ماء. الكيتوجينيك الدهون بتقعد معاك كتير في الباور بتاعك مستمر على طول غير خالص. راجع حلقه الفرق، راجع الفرق بين الكيتوجينيك والكربوهيدرات. فانا قعدت اول يوم ما حسيتش بحاجه خالص، تاني يوم ابتديت احس ان جسمي يعني مش معايا قوي، بس عادي مش تعبان ومش عرقان. طبعا انا منعت الجيم، ما ينفعش تعمل 5 6 7 ايام انما امشي تمام الصبح، اركن العربيه واتحرك، انما ما بروحش الجيم، خفت يحصل لي هبوط، خفت يحصل لي حاجه، ما اعرفش. ما قلت اخلص كل الدهون اللي بتتحرق واقعد بقى
يعني ابوظ جسمي فما رحتش الجيم. فبعد اليوم الثالث باور رهيب، كيتوجينك مضاعف، 3 ايام ميه بس، التركيز عالي قوي، مش عايز انام، جسمي خفيف، عايز اجري، عايز اتنطط، تفكيري فوكست قوي. فضل لحوالي اليوم السادس والسابع. ايه اللي حصل اليوم السابع؟ في حاجه اسمها هايبر بيليروبينيميا جوندس. يعني ايه؟ يعني لما ما يحصلش اكل الجسم الجبد ما يصرفش الصفره فعينك تصفر، يحصل لك صفره فعينيها صفرت. ده طبيعي لما جسمك الصفره اتكومت في الكبد فحصل صفرات في العين فوقفت، يعني مش معقول اكشف على عيني يقول عنده صفره ده ولا ايه. فده طبيعي مع الصيام الطويل، عشان كده انا ما كملتش. انما كان نفسي اكمل 10 ايام. خسيت ايه؟ خسيت كيلو واحد. لان ايه؟ انت دخلت الجسم في ستارفيشن. يعني ايه ستارفيشن؟ يعني منعت عنه كل الاكل خالص لفترة طويلة، فقال لا ده في مجاعة مرة، امسك في الدهون. فما ينفعش عشان تخس. امال الصيام الطويل، صيام الماء بينظف الكبد، بينظف الامعاء، القولون بينظف كله مية بس، بيخلي الرئة انظف، بيخلي الخلايا تاكل الخلايا الميتة او الضعيفة. زي ما قلنا الاوتوفاجي في الصيام المتقطع ده بقى مطول قوي، بياكل كل الخلايا الميتة وياكل الخلايا الضعيفة واي حاجة نص كم كده يقوم مخلص عليها، فيحصل ديتوكسيفيكيشن لجسمك، يحصل تجديد لخلاياك. انما عشان تخس ما كانش حد غلب، انت جسمك شات داون قفل. عشان كده قلت مهم قوي تاكل نص يوم او 18 ساعه صايم وال 6 ساعات اكل الصيام المتقطع. انما صيام الماء مش للتخسيس، ما ينفعش تتنظف جسمك، روحك تبقى تمام، يبقى اكثر نشاط، فوكس، تنظف جسمك وامعائك. ده تجربه اللي حصل معايا الصيام اللي هم 7-6 ايام ونص بالظبط. ده يعني انا استفدت منها كتير، ان انا الميه نزلت، الامعاء نطفت، البشره بقت تمام، حسيت ان انا نشيط، مخي يعني حسيت انه تصنفر او يعني بقى مور كلير قوي. ده بالنسبه للصيام الست او السبع ايام ميه بس. النقطه اللي بعد كده عايز اكلم عليها يا جماعه، ما حد قالوا لي 100 مره ناس كيتوجينك عايز ناس وبتاكل كربوهيدرات مش كيتوجينك وعايزين يعملوا صيام متقطع. انا الصيام المتقطع ممتاز وجميل، بس انت الجلوكوز عمره قليل، يعني بالظبط زي البنزين النص كوم، بعد 4 ساعات بتجوع. قدرت تصوم يبقى جميل قوي، بس انا خايف ايه؟ بتعمل ايه؟ تقعد طول النهار ماسك نفسك بس جعان، ماسك نفسك، تيجي بالليل تضرب الثلاجه. ده اللي بيحصل في الايه، في الناس اللي عايشه على الكربوهيدرات، وتقول ايه ده انا اكلت النهارده تورته، لا انا مش هاكل تاني، يفضل طول النهار ما ياكلش ويجي بالليل يضرب تورته تاني. فهمتوا عشان ليه انا بقول كيتوجينيك الدهون معايا اقدر صيام متقطع؟ لان الدهون مستمره في الدم، الباور عالي، مش محتاج اكل كل شويه، بتقعد تتهضم كتير. ففهمتوا ليه انا بقول صيام متقطع افيد مع الناس اللي بتاخد كيتوجينيك او دهون عاليه، مش بتاخد السكر لان السكر بيخلص بسرعه، محتاج تاكل وخايف تضرب كل الاكل بالليل، يبقى انا ضريتك. فهمت ليه انا بقول لدول ودي انا بقول لدول؟ وبعدين نفس السؤال اللي جالي الناس اللي ازاي يا دكتور انت في اول فيديو تقول كل لازم تاكل 6 مرات وجاي في الاخر تقول كل مرتين، انت بكلامك متناقض. لا انا كلمت الناس العادي اللي مش عايز يخس عشان صحتك تبقى كويسه، تاكل مرات صغيره يبقى جسمك كله شغال وبيحرق على طول. انما انت تخين ما ينفعش تاكل 6-7 مرات، وخصوصا لو انت بتاكل عايش على الفات مش هتقدر. لو انت عايش على الكربوهيدرات اوكي ممكن تاكل 4-5 مرات وجبات صغيره زي ما قلت في الحلقه اللي قبل كده، قوم جعان ممكن. انما ما ينفعش انا اجي اقول لك الكيتوجينيك كل 4-5 مرات عشان تحرق. ما ينفعش واحد تخين اقول له خد كل 4-5 مرات. الناس العاديه تاكل فاكهه عادي يعني طبعا بعقل، تاكل كربوهيدرات عادي. الناس اللي سالتني يا دكتور انا كيتوجينيك هفضل طول عمري كيتوجينيك؟ لا يا حبيبي ممكن تبقى شهر، زي ما انا كارنيفور هقعد حوالي 2-3 شهر كارنيفور وارجع كيتوجينيك عادي. ممكن اسيب الكيتوجينيك وارجع، انا كده ما باكلش سكر بس ممكن اكل رز مره مش مضر السكر، اكل فاكهه بكميات خفيفه عادي. كل انواع الرجيم للتجربه عشان تشوف جسمك حلو ولا لا، ديتوكس تنظف جسمك عشان تشوف الانسب ليك ايه، انك تجرب صحتك ماشيه معاه ولا لا، وجسمك ظبط ارجع كل عادي. يعني ما فيش حد بيفضل طول عمره، انا عجبني كيتوجينيك افضل طول عمري، عايز اقعد 6 شهور وارجع اكل صحي. الصحي واحد انك تاكل كل الناس عارفه الاكل الصحي، كل الناس عارفه الاكل اللي مش اللي مضر والمعلبات والمحمرات والمسبكات، الناس عارفه الاكل الوحش.
انا مش هقول جديد، فانت اظبط جسمك ونظف جسمك وبعدين كل زي الناس عاديه، اربع بتقوم افطر الصبح عادي من غير صيام متقطع، اضرب فاكهه كده في نص اليوم، اضرب شويه مكسرات، كل رز وخضار ولحمه ومشويات عادي عادي. شفت عرفتوا الفرق؟ دي الحاجات اللي جاتني في يعني في الفتره اللي فاتت، عشان اقفل بقى التساؤلات اللي جاتني على المره اللي فاتت هعمل حلقه الناس الغده الدرقيه. انا عارف ناس كتير مستنيه حلقه الغده الدرقيه مع الكيتوجينك، هعملها بس النهارده بالليل او بكره هحاول اصور حلقه الكارنيفور، اكل الرجيم، اكل اللحوم او المنتجات الحيوانيه فقط، فوائده ونتائجه وابتدى ازاي وبنعمل فيه ايه، واكمل بعد كده بقيه الحلقات على الاسئله اللي هتجيلي المره دي او المره الجايه. شكرا لكم ان انتوا تابعتوني، اسف جدا ان انا اتاخرت عليكم، يعني انا في اجازه فاعذروني ان اتاخرت. شكرا تاني لل 12000 متابع، يا رب اكون قد المسؤوليه. انتظروني ومنتظر اسئلتكم، وانتظروني المره الجايه في حلقه جديده من فكر تاني او على الماشي. كان معاكم كريم علي، شكرا ليكم، سلام عليكم.